اللي بيجي لنا او اللي احنا حاسينه او اللي احنا بنقوله احنا كمان، كوت ديفوار منتخب مرعب، كوت ديفوار لازم نخاف منه جدا. هو مرعب ولا منتخب كويس، ولا احنا اللي عشان لسه ما قدمناش اداء جامد جدا فقلقانين قوي من كوت ديفوار؟ كوت ديفوار في اني حته يعني؟ برضو لما بنقارن كوت ديفوار دلوقتي ب 2008 لا مفيش مقارنه، 2008 في حته تانية خالص، احسن بكتير طبعا. احنا خايفين من كوت ديفوار او بلاش خايفين، قلقانين من كوت ديفوار عشان احنا حالتنا مش كويسه، ولا هم جامدين فعلا؟ بص، هو منتخب قوي ومنتخب هجوميا قوي جدا، ولكن سير يعني او السير والسيكونت بتاع ماتشات كوت ديفوار وجه رساله للجماهير الكره المصريه رعبها. معظم الناس شافت ماتش الجزائر، ومعظم الناس قالت دي كسبت الجزائر، دي عملت في الجزائر، لكن في ناس كتير جدا ما شافتش ماتش غينيا الاستوائيه، ما شافتش ماتش سيراليون. ماتش غينيا الاستوائيه اللي هم كسبوا 1-0، وكانت غينيا الاستوائيه قريبه جدا من التعادل مره واثنين وثلاثه. ماتش سيراليون اللي انتهى 2-2 والناس برده ما شافتش الماتش ده. الماتشات دي كلها كريم الفكره كلها الناس ما شافتهاش. انت اتفرجت النهارده على ماتش معين وهو كان اهم مستوى الكوت ديفوار، المنتخب اللي ما تاهلش للتصفيات النهائيه لكاس العالم، عبر عن نفسه بقوه جدا رغم من المشاكل الكتيره اللي كانت موجوده في منتخب الجزائر. صحيح. هو منتخب قوي جدا هجوميا لكن عنده مشاكل كتيره جدا دفاعيا. عنده نقاط قوه كتيره لكن عنده نقاط ضعف كتيره. مش المنتخب المرعب اللي لا يقهر خالص، منتخب عايز يتلاعب بذكاء، منتخب عايز يتلاعب بطريقه صح، عايز تقفل الملعب عليهم على نقط القوه وتبدا تشتغل على نقط الضعف بتاعتهم. ايه بقى هي نقط القوه في كوت ديفوار؟ تعال بقى نبدا نشتغل ونخش في الحالات واحده واحده. اولا منتخب كوت ديفوار عنده اسماء كبيره جدا من اول خط دفاع لحد الهجوم. طبعا على مقدمتهم هالر، الراجل مهاجم اياكس طبعا، وراجل هداف الشامبيونز ليج 10 اهداف. وهتلاقي بقى كنت لسه انا محمود بنتكلم ان عندهم اربعه بيتبدل عليهم الجناحات، سواء بزها او كورني او جرادل او بيبي بتاع ارسنال بيتبدلوا. انت متخيل زها قعد ماتشين احتياطي وبينزل؟ صح. فيعني النهارده هو عنده وفره في المراكز دي كويسه جدا. ولكن اجنحتهم اجنحه طول الوقت هي فاتحه عرض الملعب. صح. بيعمل استريتش لعرض الملعب. بص مبدئيا هما بيلعبوا 4-3-3 واضحه وصريحه، بتتحول ل 4-1-4-1. وبص هنا الثلاثه اللي قدام دول الاجنحه، واحد واقف فاتح الخط خالص وده الشكل الطبيعي بتاعهم، وهالر هو الراجل المحطه اللي بيستلموا عليه. تعال نشوف الصوره اللي وراها عشان نعرف هما بيهاجموا ازاي. كمان هما بيعتمدوا كتير جدا على هالر ان انا هطلع عليه، يعني ساعات بيلعبوا عليه الطوليه عشان يطلع الراجل ده يسند، فبالتالي هتلاقي اوتوماتيك. تعال نشوف الصوره اللي بعدها يا جماعه. الاثنين الاجنحه دخلوا لجوه عشان ينزلوا ياخدوا الكوره الثانيه، ودي نقطه مهمه لخط نص منتخب مصر. بص برده الاربعه ضامين، ادي الثلاثه، وبص الثلاثه هنا قربوا من بعض اكتر. لان الكوره بتتلعب من الجون سنجاريه هيسندها هالر ليهم. هتروح للصوره اللي وراها هتلاقي نفس المنظر، هو الاثنين بيضموا عشان يبداوا ياخدوا الكوره. بص هالر بيطلع يسند الكوره للراجل عشان يتحرك في دورهم، ودي نقطه مهمه لدفاع منتخب مصر. خلينا نجري في الصور اللي وراها عشان نشوف الناس دي بتضغط ازاي، بتهاجم ازاي، بتعمل ايه. بص كل الصور بتوري لك نفس المنظر. نخش في الصوره اللي وراها برده، فبالتالي الراجل ده مبدئيا لازم اقطع الكره عليه من وهي فوق. الراجل ده لو هو بيطلع فوق لازم ان شاء الله حجازي او عبد المنعم يطلعوا ياخدوا الكره من وهي فوق. صح. وعارف كمان مهم مين؟ عشان هو بينزل تحت قوي. انا اعتقد متصور يعني ان حمدي فتحي هو موجود في الملعب بكره، عشان كده عشان حمدي فتحي كمان لما عرفنا ان هو هيلعب اكتر قريب جدا من اثنين مساكين، اثنين سنتر باكس، فاعتقد عشان هالر يعني مش يعني بنسبه كبيره حمدي هيبقى هو اللعيب رقم 6 يعني. بالظبط كده. ايا كان بقى حمدي في الحته دي زي ما بيعملها مع الاهلي لازم يكون في حضنهم، لان هالر بينزل خطوتين ثلاثه لتحت. صح. عشان يستلم الكوره ويبقى بعيد عن الرقابه. هوريك اللقطات دي مثلا للضغط بتاعهم. هم بيضغطوا كويس جدا وبيقدروا ياخدوا الكوره، لكن دايما ضغطهم فيه مشكله، دايما في لعيب سايبينه فاضي. فالضغط بتاعهم قوي مع كواليتي منتخب غينيا ممكن ما يطلعش بالكوره، لكن كواليتي منتخب مصر تقدر تطلع بالكوره، ودي ازمه منتخب مصر يا كريم اصلا. صح. اللي هي ايه؟ البيلد اب وطلوعي بالكوره. ان انا مش بعرف اطلع للاسف بالكرة. عشان كده للاسف انا وجهه نظري المتواضعه منتخب مصر محتاج يلعب باسي لصلاح او يلعب كور طويله في ظهر دفاع منتخب كوت ديفوار، ودي الحالات اللي هنتكلم عليها بعد كده. هنقلب في الصور اللي وراها. انت بتعاني وانت بتطلع بالكوره مع منتخب بيضغط. بص هم ضغطوا اخدوا الكوره على طول. نقلب بقى الصور اللي وراها ونجريها. لقطه الجون اللي جابوه في غينيا، بص المنظر ده منظر عشوائي يبدو، لكن الراجل ده استلم الكوره اتضغط عليه باربع لعيبه. طبعا منظر غريب لان في زوايا تمرير كتيره جدا الراجل ممكن يلجأ لها. هتجري اللقطه دي، هي الكوره اللي راحت لهم هم سجلوا منها بعد كده. منتخب بيضغط بخمس او ست لعيبه لكن بيسيب فراغات في نص ملعبه، بيسيب مساحه بالنص ملعبه والديفنس تقدر تطلع بالكوره او تروح تطلع بيها على جنب من اجناب الملعب. لازم يكون عندك قدره انك ترحل، نقلب اللي وراها تروح على جنب من اجناب الملعب طول الوقت، وهي دي النقطه الاساسيه. بص المنظر ده، بص كل واحد على واحد اهو. بص الراجل اللي على اليمين الابيض ده في ثلاثه حواليه،
الكرة دي فعلا هم طلعوا بيها. كريم الراجل الباك ليفت استلم لعب ما بينهم هم الاثنين، الكادر اللي وراه هتطلع هجمه، بص هجمه منظمه المنتخب غينيا صوره في الثانيه، بص استلموا الكرة، اتضرب بقى كام لعيب، اتضرب 5-6 لعيبه من منتخب كوتيفوار عشان تتعمل الهجمه 4-4. وقف هنا، وقف هنا. القصه دي اللي حصلت ثواني يا جماعه، حصلت في مباراه المنتخب النيجيري. مظبوط. انا كل ما بيبقى في ضغط، النيجيري عملت ضغط علينا مرعب، ما كناش عارفين نطلع بالكوره. لو عرفنا نطلع بالكوره مره واحده بس هيبقى عندك هتضرب كميه لعيبه في كان وقتها في المنتخب النيجيري، وتقدر تعمل ده قدام كوت ديفوار زي ما انت شرحتها دلوقتي. عشان كده انا وقفت في الجزئيه دي. هم عندهم مشكله كبيره جدا. اللقطات اللي فاتت دي معلش كانت واحد من اهم وابرز مفاتيح لعبه منتخب نيجيريا، الباك ليفت كونان. كونان تحب نرجع تاني؟ لا حلو قوي كده يعني خلص. بعد كده هنجرب بقى كونان الباك ليفت ده راجل رهيب، باك ليفت قوي جدا، باك ليفت عنده قدره ان ياخد الكره من عند الجون، يعمل مشوار يروح لغايه الجون بتاع المنتخب الثاني ويلعب باك باس، يعمل عرضيه ايا كان، ولكن هو حل مهم جدا ونقطه ضعف في نفس الوقت. المساحه اللي في ظهره، الحالات بتاعه، المساحه اللي في ظهره اللي هي مساحه محمد صلاح. بالظبط كده. يا رب. بص اللي قطع الكره دي كونان الباك ليفت، كمل بقى اللقطات دي هتجري بيها. بص يا كريم قطع الكره منين وهيوصل بيها لغايه فين. كونان كمل رقص الراجل، كونان كمل رقص الراجل، عمل عرضيه، ده بيبي لاعب الارسنال، يا رب دايما يبقى في السماء كده زي ما انت شايف، حط الكره في السماء في اول ماتش. بس ارجع كده، ارجعوا يا جماعه بالصوره اللي قبلها، الصوره اللي قبلها لو نقدر. بس تعرف ان دي بقى من اكتر نقاط الضعف عند منتخبنا الوطني، الكره بترجع بره عن الصندوق. برافو عليك. هي لو دخل فينا كتير وحتى في البطوله العربيه، هي دي اكتر نقطه ضعف. انا اعتقد ان حمدي فتحي بكره ان شاء الله، ان شاء الله دوره هيبقى في منتهى الاهميه عشان الامور دي. في منتهى الاهميه، في حاله ان حمدي لاعب لازم المنطقه دي يحصل لها حمايه، والاهم كلمه ان هو ما يتحركش ما يتقدمش. انا مش طالب من حمدي فتحي اي دور ان هو يتقدم، هو يامن الحته دي بالظبط. طبعا. معلش نكمل بقى في الصور عشان نخلص كل كلامنا عن كوتيفوار. هتلاقي منتخب كوتيفوار ده منتخب عنده عيوب عادي. الديفنس بتاعه متقدم، بص دول الاربع مدافعين. بص هو بيدافع منين؟ من دايره السنتر يا صلاح. دي كره طويله للراجل المدافع بتاع المهاجم غينيا الاستوائيه. راح بص لونج بول، بص المنظر بتاع الديفنس، ها لونج بول، الراجل راح انفرد. ما عندوش مشكله. اذا عشان كده كنت اقول لك واحنا عندنا مشكله في الطلوع بالكوره، لازم تلعب في ظهر الاثنين الباكات الفول باكس اللي طايرين يمين وشمال، وتلعب في ظهر السنتر باكس محمد صلاح، مرموش، مصطفى، ايا كان، لازم يا جماعه ناخد في ظهرهم. ولما محمود يخلص كلامه هنقول لك وجهه نظرنا في التشكيل في نقطه معينه. يا رب.